نظام بالأخ العزيز يعني أنا كإنسان سياسي لو مقدم على مسوي لي كتلة وإن شاء الله ما يصير هذا ولن يصير وقدمت الانتخابات وشفتك وتلاعب بالانتخابات كان انسحبت بالأثناء ما يقول نحن باركنا السيد يعني لا أول لا هذا غير صحيح لما خلقت مش احنا لو ديمقراطية وشعب وحقوق لو هيك يعني مجارات ومدارات وتبويس لحى أنا من أشوفك وتلاعب بهذا بالأثناء وربما أكتشف من خلال هالأثناء أنه راح يصير تلاعب أكثر عفوا أنا أتحدث على أنه التلاعب اللي صار أو الأمر اللي صار حدث في يوم الانتخابات أربع محاكات لحد آخر محاكات اللي هي قبل عشرة أيام تقول المفوضية كل أمورنا الفنية والأمور اللوجستية والمراقبة وكل أجهزتنا سليمة بأمل سليمة كانت قبل الانتخابات سليمة يوم الانتخابات يعني اسمح لي إذا كانت يوم الانتخابات اسمح لي يا سيدتي الكريمة هي هاي الضربة السياسية انسحب أثناء الخلل اللي صار حتى أربك الوضع السياسي مو أربك يعني من ناحية فوضوية وكذا وإنما أربك سياسيا وخلي أمام الأمر الواقع هذا هو العمل السياسي أنا كسياسي دا أحكي بهالقضية هاي نعم خلي وثقي واعتقدي لو هم لو الأخوة أثناء الانتخابات بعترضين وطارعين لأربك والمفوضية وخلوها ما تشوف دربها شلون نعم يعني هذا يراد له فن سياسي نعم خلي يكمل تفضل سيد عيسى هذا يعني مثل الفريق اللي يدخل الملعب الطوب اي هو هذا الطريق ينسحب من اللعبه كانه ما هي هو هي السياسه استاذي لا 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 ابو انا بحكي مو اسمح لي انا لما اسمح لما اشوف خلل واسمح لي هذا الخلل ان يتصاعد وادري بي راح يتصاعد اذا انا دا اساعد ودا أساهم في تكريس الخطأ نعم. يعني أنتوا في هذا موقفكم أنتوا أديتوا إلى نتائج إلى نتائج متضاعفة بالخلل يعني مثل هذا اللي هو مريض وأقول خليه يوصل المرض ماله إلى أن يوصل بي لا سمح الله الله يشفى يشافي كل مريض يعطي سرطان وبعدين يطيدوه هو هذا سرطان ده يمشي ليش تركان هذا أنا كسياسي يا عيوني نعم. نحن نتحدث عن أدلة أخذناها من عمل المفوضية بعد ما انتهت المفوضية من يوم الانتخابات اكتشفنا أنه بعض المحطات لم تغلق إلا ثاني يوم إلا بعد ساعات احنا عندما أخذنا أشرطة بحسب قانون المفوضية هذا طريقة مو سياسية بس اسمح لي أنا دا أتحدث عمل سياسي دكتور أستاذ عيسى عيون سيدنا حبيب قلبي فدوا روح لك ما شاء الله على هذا الوجه الطيب والكريم وعلى هذا اللسان الحلو الجميل أنا كان أتحدث كسياسي أنا دا وكطبيب أنا أشوف مريض موجود وهذا المرض ما لديه يصاعد أنا أنتظر لأنه المرض يأكله وبعدين أدخل بالمرض ولا أدخل خلي نشوف بس يعني هسه الفاس وقع بالرأس وانتهت العملية يعني الانتخابية وانتهى الموضوع وحصلتوا مقعد وأيضا الكتل حصلت مقاعد أخرى شنو العمل اللي راح تقومون به بعد هذه النتائج أحسنتي أيضا سؤال مهم يعني اعتقد انه احنا حضورنا الان في المشهد السياسي منذ نهايه الانتخابات يسير بمسارين على مستوى الاطار التنسيقي مع الاخوه المعترضين مع الاخوه اللي الان يشككون بالانتخابات وبنتائج المفوضيه نعمل على لملمه الامور ونعمل على تهدئه الامور وايضا على ايجاد سبل لانهاء هذا الموضوع ما شفنا السيد عمار الحكيم يوم امس باجتماع السيد بالتاكيد المالي. بالتاكيد نحن جزء من هذا الاطار التنسيقي وذاهبين الى اعلى مستويات طعون ومثل ما تفضل الان الاستاذ خالد وايضا السيد الفاضل الاستاذ ابو عمار بانه المحكمه الاتحاديه سوف تكون فيصل بيننا وبين المفوضيه لان المفوضيه نعم اصبحت او وضعت نفسها كانما هي خصم الان لبعض القوى السياسيه مع للأسف تدافع بشراسة كبيرة على أنه ما يتحدثون به من طعونات من كذا هذا أمر خاطئ وغير مقبول وغير صحيح بالتأكيد سوف عندما تصادق على النتائج النهائية سوف نذهب إلى الطعونات لا زال هناك مسألة الأول ولا يوجد هو هذا الجواب ولا يوجد أي تفاوض أو تحرك على تشكيل كتلة أكبر أو على الوصول إلى حلول على مستوى تشكيل حكومة فعلا سوف نعيش بقولها بصراحة وبأسف إلى سوف نعيش مخاضات عسيرة جدا إلى أن لعلها تفضي إلى تشكيل كتلة أكبر وحكومة أو لعل الأمور ذائبة أيضا يعني رايحين على حكومة توافقية لو حكومة أغلبية وين رايحين
اقول خلينا نمضي من موضوع يعني شوفي مع الاسف انه حتى الان الحدث ومن الصادق يعني الانتخابات يعني انت تعرف سيد ايسر من الصادق المفوضيه على النتائج ينتهي الموضوع ينحسم خلاص يعني يراد لك روحه للمحكمه الاتحاديه يراد له وقت لكن الحكومه يعني يمضي البرلمان والحكومه احنا الحين ما تقرر المحكمه الاتحاديه حول موضوع الشكوى مالكم لكن وصلتنا انباء انه بالنجف اصبح هناك ربما يعني حديث حول توافق الكتل الشيعية ولمة البيت الشيعي، هل هذا صحيح؟ لا بالتأكيد المرجعية العليا لن تدخل نفسها في أي تفاصيل. أنا قلت بالنجف وليس يعني جيد وبالتالي أيضا هذا إذا ما كان الأمر حتى إذا قلتي من تلميحات أو شيء سوف يضع عقدة كبيرة أمام المنشار لحل حالة الأمور في هذه المرحلة. هاي المرحلة مرحلة رئيس الوزراء هي كانت في كل الانتخابات أو في كل المرحلة تأتي بعد ما تنحل شكل الكتلة الأكبر أو ما إلى ذلك. الآن من يجون ويتحدثون عن شخصيتين أو ثلاث أشخاص بارزة في المشهد السياسي ويضعون هذا الفيتو عليها بالتأكيد الأمور إذا ذهب إلى تشدد أكثر. هذه الزعامات أو هذه الرئاسات أو هذه الأشخاص عندما يحسون نفسهم أنه هم بعيدين بالتأكيد وأنا عذرا يعني ما إذا أسمي ولا إذا أقول لكن بالتأكيد هذه عقدة سوف تدخل من الآن. خليني أنت